في الاخر. طيب بالنسبه لعبد الله سعيد لعب 4 مباريات لم يحرز اي اهداف لم يصنع اي اهداف ما صنعش ولا هدف، زيرو اسيست، زيرو ما احرزش ولا هدف في 4 مباريات. صنع كام فرصه عبد الله السعيد؟ 6 فرص في 4 مباريات، برضو رقم قليل. انت عندك صالح جمعه هنا في النادي الاهلي بيصنع 4 فرص في المباراه الواحده. عدد المحاولات على المرمى 2 بس، 2 بس من صنع العاب منتخب مصر في 4 مباريات. عدد المراوغات الناجحه 1 بس. انت بتتكلم في ارقام كارثيه، يعني انت بتتكلم في ارقام عبد الله الحقيقه. عبد الله السعيد 0-0 ما احرزش ولا هدف، ما صنعش ولا هدف. طيب. صنع 6 فرص بس، راح على الجول مرتين بس، مراوغه ناجحه بس. عمرو ورده طبعا لعب مباراتين، هو كان لم يكن جيدا في هذه البطوله. طيب بما اننا بنتكلم عن عبد الله السعيد وكلمنا عن تريزيجيه وصلاح ووليد سليمان، خلينا ناخد برضو الناس كانت بتتكلم عن كهربا ورمضان صبحي. كهربا ورمضان صبحي ودورهم حتى لو كانوا قاعدين احتياطي اخي كانوا هيبقوا معاك، كانوا هيدونا دور تقل. قول لنا كهربا ورمضان صبحي. كهربا الموسم ده مع الزمالك لعب 27 مباراه، جاب 11 جون وصنع 11 جون، جاب 11 وصنع 11، يعني مساهم في كام؟ 22 هدف. صالح جمعه لعب 11. تعرفش وكيل اسمه ايه؟ كهربا. كهربا ماشي بعدين. صالح جمعه لعب 11 مشاركه، احرز هدفين وصنع هدف واحد بس. تمام تمام. رمضان صبحي لعب 16 طبعا لما جه من الدور الثاني، احرز هدفين وصنع 3 اهداف. تخيلوا بقى حضراتكم من الارقام اللي احنا بنقولها دي اللي امام حضراتكم لهذا الثلاثي، الارقام اللي حضراتكم شايفينها دي طوال الدوري ولاعيب، انا مش يعني مش هنجيب لحضراتكم لعيبه المنتخب كمان او لعبوا مع المنتخب بقد ايه، ولكن الارقام اللي قدام حضراتكم دي ما كانوش موجودين مع منتخب مصر، لم يتم اختيارهم لمجرد ان وكيلهم مش فلان الفلاني، سواء كهربا او رمضان او حد او صالح جمعه. طيب خلينا نروح لخط هجوم منتخبنا الوطني، مروان وكوكا واحمد علي. طبعا احنا كلنا شايفين في البطوله ايجالو مع منتخب نيجيريا، بغداد بنجاح مع الجزائر، كل الناس عندها فراوده تقال قوي بصراحه. احنا عندنا في منتخب مصر 0-0-0، مروان محسن ولا هدف، احمد حسن كوكا ولا هدف، احمد علي ولا هدف. نعم. دقة التمريرات 66% لمروان، 40% لأحمد حسن كوكا، أحمد علي 71%. على فكرة الأرقام بتأكد برضو أن أحمد علي كان أفضلهم نوعا ما. عدد المحاولات على المرمى كل 90 دقيقة، يعني مروان بيروح على الجون مرة واحدة بس في الماتش. أحمد حسن كوكا نص، يعني قليل قوي. أحمد علي محاولة. معدل الفوز بالالتحامات 4.5، مروان أفضل في حتة الالتحامات، 3 لكوكا و3 لأحمد علي. نسبة الفوز في الالتحامات الثنائية 50% مروان، 60% كوكا، 75% احمد علي. اذا ارقام سيئه جدا لخط هجوم منتخب مصر، وبرضه هم اتظلموا لان حته صناعه اللعب والاطراف ما كانتش شغاله. انا بشكرك جدا يا دكتور، ولكن حضرتك كنت لسه معانا النهارده لانه الارقام دي دليل على ان خروج منتخبنا الوطني من دور ال 16 شيء متوقع. طبعا ما كانش صدفه، ما كانش صدفه يعني، كلنا تقريبا كنا ما كناش يعني كلنا كنا متوقعين كده ان هيحصل، سواء ان احنا عدينا الدور ده كنا ممكن نخرج من اللي بعده يعني. بالظبط كده. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد. خلونا بقى نروح نشوف واحد من افضل او تقرير عن واحد من افضل اللاعبين بناء على الارقام اللي جابها لنا دكتور احمد ثابت النهارده، محمد الشناوي. محمد الشناوي نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير هنستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، بعد هذا التقرير.